السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا موضوع جديد اللي هو Analysis Structure by Using Moment Distribution Method. طبعا مواضيع الانشاءات كلها كانت تتركز على الستاتيكالي ديترمينت، المنشآت المحددة. اليوم هذا الموضوع يحل منشآت غير محددة. منشآت غير محددة يعني شنو؟ يعني اخوان مجاهيلها في أكثر من معادلاتها، ما نقدر نحلها بالمنشآت، يعني ما نقدر نحلها بالثلاث معادلات التوازنية. تحتاج شنو؟ تحتاج فرضيات ومعادلات إضافية، واضح؟ فهذه طريقة المومنت ديستريبيوشن هي أحد الطرق اللي تحل المنشآت الغير محددة، تمام، من عتبات وهياكل فقط. يعني هنا هذه الطريقة إخوان تحل فقط بيم وفريم، بيم وفريم، ما تحل ترس. إذا هذه الطريقة ما نقدر نحل بها ترس، لكن نقدر نحل بها البيم والفريم. واكو طريقة أخرى هي طريقة الكونسيستنت ديفورميشن ميثود، طريقة أخرى تحل أيضا المنشآت الغير محددة. هذيش تقدر تحل بها بيم وفريم وترس. يعني عندك منشأ غير محدد مجاهيل أكثر من معادلاته، شلون تقول ما أقدر أحله؟ لا، اكو طرق تحله تحليل دقيق، اللي هي الكونسيستنت ديفورميشن، طريقة السلوب ديفليكشن ميثود، طريقة المومنت ديستريبيوشن، طريقة الكونجيجيت بيم. لأن كلها طرق موجودة، احنا منهجنا ناخذ من عندنا بعض الطرق اللي موجودة بالسلبس مالتنا. احدى هذه الطرق هي طريقة المومنت ديستريبيوشن ميثود، طريقة توزيع العزوم. هذه الطريقة قلنا تختص فقط اخوان بتحليل البيم وفريم، ما تحلل التراس. يكون اسلوب الحل بهذه الطريقة على هيئة جدول. جدول دائما الحل اول ما يجي السؤال ويقول لك حل يا بطريقة المومنت ديستريبيوشن، تروح راسا تسوي جدول. جدول راح اعلمك عليه بخطوات ثابتة، وتروح تجيب مفردات هذا الجدول. من تكمل هذا الجدول وتكمل عزوم باعتبار شنو؟ خلص هذا الحل انتهى، يعني حللت البي مالتك. اذا الحل عبارة عن جدول، ويكون نهاية هذا الجدول هي نهاية الحل، اي ان قيم العزوم تكون معلومة. ذني ساعلمك على الفيكس اند مومنت. الفيكس اند مومنت عندنا، واضح اخوان؟ عندي بالجدول من احتاج احل جدول بالجدول مالتي، اكو شيء اسمه فيكس اند مومنت، تمام؟ عزوم النهايات فيكس اند مومنت. وحده وحده شارحه، طبعا انه مو كلين يجين، يعني اكو ممكن مثال فقط وحده تجي، مثلا حمل منتشر او حمل مركز او اكو دوران عندنا. دعالة أنا من أحل بيم أو فريم، من أريد أحسب الفيكس إند مومنت أجزئ إلى قطع. هلا علمك أول شيء شلون نحسب، بعدين بالمثال نعرف شلون تجزئ إلى قطع. هسا عندك هذا قطعة، أنا كل قطعة بالبيم أو بالفريم يعني أحسبها من مثلا من مسند إلى مسند بالبيم. القطعة شلون أعرفها؟ مثلا هيج بيم، خلينا نشوف مثلا هيج بيم عندنا، هيج من هذه، هذه قطعة من المسند لهذا المسند، هاي نسميها قطعة من الـ A للـ B، ومن الـ B للـ C المسند هذه قطعة للنسب. بالفريم يعني كل نقطة التقاء الفريم عندي مثلا هيك، هذا فريم، واضح؟ هذا مثلا مسانده، واضحني أو فيكس فيكس ما يهمني. هذه قطعة منا نقطة الالتقاء، نقطة التقاء، وهذه قطعة وهذه قطعة. كل قطعة اخوان ارسمها حتى احسب الفيكس اند مومنت الى كل قطعة شلون ما تكون، افصلها وارسم بدايتها فيكس ونهايتها فيكس، هيك مسند فيكس كل قطعة افصلها، فهو ده يجزي لي الممكن المفردات الموجودة. يعني هسه هذه القطعة يقول ممكن انه اكو روتيشن بالمسند هذا، يعني المفصل مثلا هيك مفصل، هيك مفصل، قال لك اكو بي دوران، صاير دوران باتجاه عقرب الساعة او عكس عقرب الساعة. فانت من تفصل القطع ذن المتصلة بي، ذن القطع مثلا هاي القطعة هسه متصلة بي، مثلا ارسمها هنا هيك، شلون هذه قطعة بدايتها فيكس نهايتها فيكس، هذا المسند اللي منها صاير على اليمين هذا بي دوران روتيشن، فالروتيشن منها شوف هذا ثيتا، هذا الدوران ثيتا مثلا دوران عكس عقرب الساعة صار. القانون الفيكس اند مومنت لل خلنا نسمي هاي اي، هاي الجهة بي، فمنا اخوان راح يصير ام اي بي ومنا ام بي اي حسب المكان اللي انت واقف بي. ام اي بي اذا ام للاي بي هذا، شوف ام اي بي فيكست اند مومنت، اقول فيكست هذا رمز الفيكست اند مومنت على العزم اي بي هذا اللي هنا، يعني
القانون هو شنو؟ القانون اخوان هو ادي قانونين للدوران، روتيشن بداخل يعني بنقطه مكان معين، شو روتيشن هنا او روتيشن هنا بالمفاصل. انت من تفصل القطعه راح ترسم بدايتها فيكس نهايتها فيكس وتمثل الروتيشن الموجود بالمسند. فمن تجي القانون عندك قانونين، عندي اثنين اي اي ثيتا على ار، وعندي اربعة اي اي ثيتا على ار، لان القانونين من تلقون قطعة بها دوران مسند، صاير روتيشن، صاير روتيشن بالمسند مالت. يعني شنو؟ ممكن اكو روتيشن هنا بهذا المفصل، روتيشن بهذا المفصل، صاير روتيشن. فمن ارسم القطعة اشوف الروتيشن صار ضمن يا جهة، فامثله ان كان باتجاه عقرب الساعة امثله باتجاه عقرب الساعة، او الروتيشن مالتي مثل هنا عكس عقرب الساعة هيجي، فاجي امثل هنا عكس عقرب الساعة. فالقانونين عندك اثنين اي اي للقطعة الوحدة يشتغلون، الجهة البعيدة البعيدة عن المسند. شوف هسه هذا المسند، هذا الاي هنا هو بعيد عن الدوران، الدوران صاير هنا بالمسند بي هنا، واضح؟ فهاي الجهة تاخذ 2 اي اي ثيتا على ال، هاي الجهة تاخذ القانون اللي هو البعيد عن الدوران نسميه، تمام؟ ف 2 اي اي ثيتا على ال، راح اقول 2 اي اي ثيتا على ال. الاي اي معطاه بالسؤال، الثيتا معطاه هو مقدار الدوران، والال طول هذه القطعه. طبعا موجب لو سالب، واضح؟ هنا الدوران مالتك شنو؟ هنا الروتيشن صاير عكس عقرب الساعة، الروتيشن صاير عكس عقرب الساعة يعني شنو؟ يعني سالب، فننطيه ناقص 2 اي اي ثيتا على، هذا اللي هو الفيكس ان مومنت للقطعة اي بي، اي بي، ريد ابل بي اي، ام للبي اي فيكس ان مومنت ويساوي. الجهة هذه البي اي هذا العزم اللي هنا هو قريب من الدوران، يعني هو صاير بالمسند اللي بيه دوران، فياخذ القانون 4 اي اي ثيتا على ام، 4 اي اي ثيتا على ام، واضح؟ وايضا الدوران هو عكس عقرب الساعة صاير هنا بالروتيشن، فننطي ايضا ناقص. يعني لو اثنين هن سالب، لو اثنين هن موجبات للقطعة الوحدة حسب الروتيشن الصاير مثلا، اذا الروتيشن عكس عقرب الساعة فننطيهن إشارة سالب، إذا الروتيشن باتجاه عقرب الساعة فش ننطيهن؟ ننطيهن موجب. المسند البعيد عن الدوران هذا الأي صاير بعيد لأن الدوران هنا صاير بمسند بي، فهذا البعيد ننطيه 2 اي اي ثيتا على ال، والقريب اللي هو اليم الدوران ننطيه 4 اي اي ثيتا على ال. واضح اخوان؟ بس لا لو بالعكس، شوف الساعة البي دي اف ممكن الدوران هنا هيك بالعكس يصير باتجاه هذه القطعة بدايتها فيكس نهايتها فيكس، الدوران هي صاير روتيشن يقول لك هلقيت كلوك وايز باتجاه عقرب الساعة ثيتا بهذا المكان. نفس الشيء هذا بعيد عن الدوران ياخذ الاثنين اي اي ثيتا على ال، وهذا القريب من الدوران ياخذ الاربعة اي اي ثيتا على ال، وهالمرة اثنين موجبات. ليش؟ لان الروتيشن اللي صاير بالمسند شنو شبيه اخوان؟ باتجاه عقرب الساعة، فاثنين هن يكونن موجبات. حسب ما قلت لك الاي اي تعطى بالسؤال، الثيتا هو الروتيشن هم انطيه، والال هو طول القطعه، يعني القطعه المتوفر بها مثلا هنا قايل لك شوف هذه اكو روتيشن هنا او بيم، بيم بهذه الصيغه هيجي، وروتيشن صاير هنا بهذا المكان، قايل لك روتيشن هيجي. فمن تفصل ذني الى قطعتين، هذه قطعة واحدة بدايتها فيكس نهايتها، هذه قطعة شنو؟ بدايتها فيكس نهايتها فيكس، هيج ترسمها، هاي قطعة وهاي قطعة حتى نحسب الفيكس ان مومنت، واكو روتيشن بهذا المكان، بهذا المسند روتيشن مثلا باتجاه عقرب الساعة، هذا اي، هذا بي، هذا بي، هاي سي، هاي النقطة بي نفسيتها، شوف من اجل هنا، يعني هنا روتيشن مثلا صار بي باتجاه عقرب الساعة هيج. واضح باتجاه؟ كذلك من اجل هذا المسند وهذا نفسيته مشترك، واضح؟ يعني هم بي الروتيشن صاير ايضا شنو؟ ايضا الروتيشن صاير بي باتجاه عقرب الساعه هيجي، مو صاير هيجي؟ يعني فرهن باتجاه عقرب الساعه، لان مثلا مفتر عكس عقرب الساعه فرهن باتجاه عقرب الساعه،
هذا المسند من يفتر يفرض ان اثنين، انت فصلت كل من قطعه واحده فهو هذا مسند عباره ومسند واحد، فمن يصير روتيشن هنا يصير تخلي هنا وتمثله هنا. البعيد من تجي له القطعه البعيد تنطي اثنين ياي ثيتا على ال، وهذا تنطي اربعه ياي ثيتا. موجب له سالب حسب الاتجاه، باتجاه عقرب الساعه تنطي موجب، عكس عقرب الساعه تنطي سالب. هاي بالنسبه لقوانين الروتيشن. نجي ممكن عندنا لا بيم علي شنو؟ بيم او قطعه رسمنا بدايتها فيكس نهايتها فيكس، وكانت هذه القطعه عليها حمل منتشر مستطيل مقداره دبليو طوله ال، هاي اسميها اي مثلا هذه بي مثلا، فهذا العزم راح يجي امثله هذا اسمه ام اي بي يا اخوان، وهذا شو اسمه ام بي اي بالعكس، يعني انت شنو واقف وين واقف يم الاي، اذا الاسم ينطلق من اي ام اي بي. الاشاره نتفق على مبدا الاشاره، هذا الجزء نعطيه سالب وهذا الجزء شنو نعطيه موجب، يعني هذا الجهه اليسرى مال القطعه منها نخليه يفتر شنو يفتر هنا بهذا الجانب عكس عقرب الساعه نعطيه سالب، وهذا الجانب الايمن منها نخليه يفتر باتجاه عقرب الساعه شنو موجب، واضح هيك. فهذا مبدا الاشاره تحفظوه ما تنسوه، هذا سالب يعني مو بكيفك لحتى تثبت الحل، فهذا الجزء الايسر للقطعه نعطيه سالب، وهذا شنو هذا نعطيه شنو موجب، تمام. فشنو القانون مال الحمل؟ القطعه تلقى عليها حمل منتشر مستطيل، القانون يقول ام اي بي فيكست اند مومنت يساوي لنا ناقص، ليش ناقص؟ لان احنا قلنا هذه الجهه نعطيها اشاره ناقص لان ممثله راح يفتر عكس عقرب الساعه. القانون هو دبليو ال تربيع على 12، من تلقى حمل منتشر مستطيل اخوان على القطعه مقداره دبليو ماشي حمل منتشر مقدار العزم هو دبليو في ال تربيع تقسيم 12، هذا موجب. هذا الجهه اللي منا الام بي اي نفس المقدار بس ننطي موجب دبليو ال تربيع على 12، هاي بالنسبه لتاثير الحمل المنتشر المستطيل اخوان، يعني مرات القطعه عليها مو بس حمل، ممكن اكو حمل مركز بعد، ممكن صاير اكو روتيشن هماتين بالمسند، فكل حاله لها قانونها. مثلا هسه ام الروتيشن لو موجود تضيف قانون روتيشن اللي هو منه هذا الاثنين اي ثيتا على ال والاربعه اي ثيتا على ال، غير حسب مثلا روتيشن صاير من هذه الجهه وباتجاه عقرب الساعه يجي، فمن تجي لهذا اللي هو ناقص دبليو ال تربيع على 12 تقول زائد 2 اي اي ثيتا على ال، ليش؟ لان هذا صاير بعيد عن الدوران 2 اي ثيتا وموجب، لان الدوران مثلا افترضنا باتجاه عقرب الساعه، من نجي منا ايضا انطي موجب اقول زائد 4 اي اي ثيتا على ال، لان هو صاير هنا المسند اللي بيده، لو صاير الدوران هنا يصير بالعكس موجب 4 اي اي ثيتا على ال، وايضا مثلا باتجاه عقرب الساعه او اذا عكس عقرب الساعه ننطي سالب، واضح؟ والجزء البعيد ننطي 2 اي اي ثيتا على ال، يعني ممكن القطعه الواحده اخوان يجعلها اكثر من حمل، مو بس الحمل المنتشر المستطيل. بس انا مثلك هسه كل حاله، وانت بعدين بالامثله تجينا قطعه عليها حمل منتشر مستطيل، عليها حمل مركز، عليها عزم مركز، واضح؟ عليها حمل مثلث، فاحنا نعرف كل حاله ونجمعهن حسب كل من وشارته. هسه لو القطعه مثلا عليها حمل مثلث تلاحظ هنا، شوف هذه بعد بسيطه السالفه، هذا هنا على البي دي اف، هذا اي سميناه هذه بي طولها ال عليها حمل مثلث، هذا الجزء الايسر مثلته عكس عقرب الساعه ونعطيه الاشاره السالبه، والجزء الايمن نمثله باتجاه عقرب الساعه يفترض نعطيه الاشاره الموجب. فهذا العزم اللي صاير يم شده المثلث الصفر، شوف المثلث انها راسه الصغير اللي هو صفر ومنها راسه الكبير الشده الماكسيموم اقصى شده هنا للمثلث. فمن يم الشده الصغيره اللي هي الصفر هنا، يعني مثلث شوف راس المثلث منها والشده العاليه منها. فننطي ناقص لان هو صاير بالجهه اليسرى، هاي الناقص لان هو صاير هنا بالجهه اليسرى، دبليو ال تربيع على 30، انطي هنا شنو؟ دبليو ال تربيع على 30.
ومن أجل هاي النهاية شوف رأس المثلث الكبير من هنا، طيب مو جيب لأن هو صاير بالجهة اليمنى وإحنا مثلناه باتجاه عقرب الساعة بهذا الشكل. دائما نمثل شنو تمثيلك لهذا العزم من هذا سالب وهذا شنو هذا موجب، حتى ما تنساه لأن بالنسبة للأحمال إن كان مستطيل مثلث حمل مركز واضح ذني دائما هيك سالب موجب هيك جهة. منا قلنا دبليو ال تربيع على 20 من هذا المكان الكبير، دبليو ال تربيع على 20 واضح. فلما تطلع الام اي بي نقول ناقص دبليو ال تربيع على 30، ومن نطلع الام بي اي نقول موجب دبليو ال تربيع على 20 باي. بس المستطيل شوف عبد الله المتناظر نقول دبليو ال تربيع على 12 ودبليو ال تربيع على 12، فقط الاشاره اختلفت سالب وموجب. نجي إذا عندي حمل مركز بالمنتصف، بالمنتصف مال القطعة صار قطعة وعليها حمل مركز بالمنتصف بي مثلا أو أي قيمة قاسمها ال على 2 بال على 2، فأيضا هذا الجزء تمثله سالب هذا الجزء تمثله موجب. هاي نسميها أي مثلا هذه بي هذا ام اي بي وهذا ام بي اي، فالام اي بي نقول ناقص بي في ال تقسيم 8، إذا بي الحمل المركز في طول القطعة كلها تقسيم 8 يطلع العزم هذا، نعطي اشاره سالبه لان بالجزء الايسر. والام بي اي نعطي موجب بي على 8، ليش؟ اما متناظر صار الحمل بالمنتصف مركز المنتصف فنفس القانون بي على 8 فقط الاشاره تختلف. هسه لا ممكن يجينا حمل مركز داخل قطعه بس شنو؟ بس مو بالمنتصف صاير الحمل، يعني مو بمنتصف القطعه. ايضا القطع احنا نمثلها بدايتها فيكس نهايتها فيكس، فنسمي هاي اي هاي بي، هذا العزم ام اي بي السالب وهذا ام بي اي الموجب، ام بي اي الموجب تمام. هاي طولها نا هذا الحمل المركز ما صاير بالمنتصف، هاي المسافة اي هاي المسافة منو بي، طول القطعة كلي تشقد الف. فمن نجي اخوان باح وياي من نجي نحسب هذا الجزء الايسر نعطي سالب نقول ام اي بي سالب يرخط كسر مقدار الحمل المركز اللي هو بي تمام. شوف بي في الاي يعني بي في المسافه القريبه، انا مو قاعد اشتغل هنا من هنا بهذا المسند، فاقول بي في المسافه هاي القريبه من عندي منو اي في البي تربيع يعني في المسافة البعيدة عني من البعيدة، لأن أنا دا أشتغل بهذا المسند هنا مسافة البعيدة عني منو هاي بي، إذا في البي تربيع على طول الضلع تربيع طول الضلع كلي تربيع، إذا المقدار من أشتغل العزم هنا أقول أخوان أقول الحمل المركز في المسافة القريبة هاي من يمي هذه في المسافة البعيدة تربيع على طول الضلع تربيع، أعطيت إشارة سالب. من اجل اشتغل هذه الجهه ايش راح اقول؟ راح اقول موجب بي من اشتغل هذا المسند بي في المسافه القريبه من عندي هالمره منو؟ هاي بي في المسافه البعيده عني منو هذه؟ اذا في الاي تربيع مسافه البعيده تربيع على طول الضلع تربيع، اذا القانون هو الحمل المركز في المسافه القريبه من عندك وين انت تشتغل انا اشتغل هذا المسند مثلا هاي المسافه القريبه من البي في المسافة البعيدة اللي صار عبر القوة المركزة منها تربيع المسافة البعيدة تربيع تقسيم طول الضلع تربيع، واضح؟ إذا كان قوة مركزة مو بالمنتصف فهيج نحسب الفيكس اند مومنت مالتها. ممكن لا عندي عزم مركز على قطعة اخوان، عزم مركز مثلا صاير بالمنتصف، عزم مركز صاير بمنتصف القطع ام نو عزم مركز صاير بمنتصف القطع، هاي اسمها اي هذه اسمها بي تمام. فالعزم يختلف عن الاحمال اخوان، الاحمال شوف اخوان الاحمال احنا من تسلط هيك العزوم تقاومها هيك، مو تضغط على القطعة يعني تضغط تحاول تنزلها، العزوم تقاوم للأعلى هيج تضغط شلون باوع شوفوا العزوم تقاوم، انت منتك مش هسه القلم ويضغطون علي انت تقاوم عكسهم للأعلى هيج، واضح يعني شلون هذا
هذا دي يضغط، هذا دي يقاومن، يعني يحاولن يحتون البي. لكن العزم لا، شوف العزم هو دا يفتر شنو، مثلا يفتر بهذا الاتجاه، ايش دا يسوي للقطعه؟ دا يسوي لها دوران روتيشن هيك يسوي لها. يعني العزوم شلون راح يصير؟ شوف هذا راح يصير نفس الفره مالته، وهذا شو يصير؟ نفس الفره مالته، يعني كلهن هيك، مو مثل الاحمال، الاحمال دا تضغط هيك، واضح؟ العزوم منها ومنها شلون تقاوم الاحمال؟ قاومها هيك للاعلى. زين، هذا العزم دا يفتر، واضح يعني؟ دا يفتر هيك. زين العزوم شلون يصيرن؟ يصيرن بهذا الشكل. فش نقول؟ فهسه اذا عزم مركز بالمنتصف هذا نسميه ام اي بي، وهذا ام بي اي. لان طبعا لو اثنين هن موجبات، لو اثنين هن سالبات حسب فرة العزم. لو اثنين هن موجبات تمام، لو اثنين هن سالبات. فهسه انا بما انه العزم يفتر مثلا باتجاه عقرب الساعة، راح نقول ده نيابة انتن شنو موجبات للجن. بما انه العزم هنا بالمنتصف بالمركز، فالقانون يصير ام اي بي تساوينا موجب ام نوت على 4. قانون موجب ام نوت، يعني عندك قطعه وعليها عزم مركز بالمنتصف، فالفيكست اند مومنت مال العزم المركز هو موجب ام نوت شنو على 4. الام بي اي ايضا موجب ام نوت على 4، نفس القانون. ليش؟ لان القطعه عزم صار بالمركز مال القطعه مالتي، اذا صار يعني متناظر، فهذا نفس هذا ام نوت على 4 وهذا ام نوت على 4. زين، لا اذا العزم المركز مو بالمنتصف، هسه شلون هذا القطعه هماتين عزم مركز بس مو بالمنتصف، فشو يصير القانون باوع؟ هذا العزم هيك يفتر هذا، ذن المساند ايضا نخليه نفس الفره مالته، نفس الفره مالته يفترن، هذا ام اي بي وهذا ام بي اي، يفتر باتجاه عقرب الساعه، فاثنين هن نطين موجبات. لو يفتر عكس عقرب الساعه هذا، فذن نمثلهن ايضا عكس عقرب الساعه ونعطيهن سالبات. فالقانون ام اي بي شو يكون؟ يكون ام نوت في المسافه القريبه. طيب خلي احل لكم احسن. ام اي بي وهذا منو؟ ام بي اي، هاي المسافة منها اي هاي بي. فالام اي بي ساوي لنا موجب، ليش؟ لان العزوم ده تفتر باتجاه عقرب الساعة، موجب الام نوت في المسافة القريبة. انا دا اشتغل بهذا المسند، المسافة القريبة عني منو؟ اي. في 2 بي ناقصا اي، يعني 2 في المسافه البعيده ناقص المسافه القريبه، هذا هيك تحفظ. يقول ام نوت في المسافه القريبه في افتح قوس ضعف المسافه البعيده، يعني 2 في البي ناقصا المسافه القريبه على طول الضلع، على طول الضلع تربيع، على طول الضلع تمام. نريد الان نشتغل لهذا المسند هنا ام بي اي، شو اقول؟ ايضا موجب لكون يفتر العزم باتجاه عقرب الساعه، ام نوت هالمره في المسافه القريبه مالته منو؟ بي، في افتح قوس 2 في المسافه البعيده، من المسافه البعيده عن هذا المسند؟ هاي الاي ناقصا المسافه القريبه عن هذا المسند منو؟ بي، على طول الضلع هيك تقول ام نوت. نقدر نشتغل نقول ام نوت في المسافه القريبه في افتح قوس 2 في المسافه البعيده ناقصا المسافه القريبه على طول الضلع تربيع. ذن يا اخوان طبعا القوانين انا انطيكم اياهن بالسؤال، ويا السؤال يجيني ما يحتاج حفظ، يعني بس يحتاج تفهمين. انا اجيب لك هذا القانون، اجيب لك هذا القانون بس ما اقول لك هذا مال عزم مركز بالمنتصف لو مو بالمنتصف. اجيب لك القانون دبليو ال تربيع على 12 بس ما اقول لك هذا مال مستطيل مال مثلث، انت لازم تعرفن.
اجيب لك مثلا القانون اللي هو مثلا بي ال على 8 مال الحمل المركز بالمنتصف، او اجيب لك هذا قانون ايضا مال الحمل المركز اللي مو بالمنتصف. انت لازم تعرفين كل من الى تابع، يعني تحفظهن يعني مو 100% تطلع عليهن اكثر من اللازم حتى تضبطهن، تعرف هذا من هذا، تعرف لي الاشاره، تعرف المبدا الاشاره، تضبط المبدا الاشاره. بالاحمال كان حمل منتشر مستطيل او حمل مثلث او قوه مركزه، واضح؟ فدائما انت ببالك هذا الجهه اليسرى سالب وهذا الجهه ايش تفتر موجه. ان كان الروتيشن شرحته سابقا حسب الروتيشن، لو اثنين هن مثل هذا، لو اثنين هن موجبات، لو حسب الروتيشن مالنا. ان كان العزوم، هاي الحسابات مال العزوم ذني ايضا، لو اثنين موجبات لو اثنين سالبات، يعني افتر العزم هيك عكس عقرب الساعه، فذني لازم نمثلن هيك يفتر، تمام؟ ونعطيهن سالبات. هسه ايش عندنا؟ عندنا قانون اخير اللي هو ممكن يصير عندي سيتلمنت، هبوط، هبوط بالقطعه. مثلا شلون اقول لك؟ هذه قطعه صار عندي هبوط بالمسند هنا او بالمكان معين، هل قد مليم نزول؟ شلون مثلا بيم تمثل رسمه هيجي، يقول لك اكو نزول بهذا المسند 12 مليم مثلا، يعني هسه من ينزل هذا المسند هذا البيم شلون راح يصير شكله؟ هيج، واضح؟ يعني يفشل بهذا الشكل، فصار نزول بهذه القطعه هيج، وصار نزول بهذه القطعه شنو؟ هيج. مثلا خلينا نقول صار نزول هنا هالقد ملي، فشلون ترسم مثلا قطعه حتى تحسب الفيكسين؟ مو ترسمها هيج وتقول هاي القيمه شنو؟ دلتا النزول، هذا مقدار النزول، واضح؟ القانون مالت النزول هو ناقص 6 اي اي دلتا على ال تربيع. القانون هذا دائما شنو هو يحمل الاشاره السالبه. هسه نعرف وين موجب وين سالب. طبعا للقطعه الوحده هذا القانون، لو اثنين هن موجبات لو اثنين هن سالبات، يعني مو مثل مال الاحمال هذا اني منا سالب اليسرى منا موجب، لا هذا يتبع شلون الروتيشن، لو اثنين هن موجبات لو اثنين سالبات للقطعه الوحده، كذلك مثل العزم المركز هذا نفس الشيء. فالقانون هو ناقص 6 اي اي دلتا على مثلا هذه القطعه. شوف هذه القطعه شلون نزلت، هذه القطعه نزلت باتجاه عقرب الساعه، صح؟ مثلا هذا من المسند صار، شوف هذا المسند نزل، هاي القطعه اللي هي مثلا خلينا نقول اسمها اي بي، وهاي ناسي وهاي بي سي، هاي الاي بي شلون نزلت هاي القطعه؟ نزلت نزول هيج باتجاه عقرب الساعه، نزلت دوران شنو؟ باتجاه عقرب الساعة، يعني دورانها موجب، فمن دورانها موجب في السالب الموجود بالقانون فيبقى سالب، واضح اخوان؟ دوران الموجب في السالب الموجودة بالقانون فيبقى القانون شنو اخوان؟ سالب. واثنين هني حصلا نفس هذا، هذا اسميه مثلا ام اي بي، وهذا منو؟ ام بي اي، او بدون ما امثله بدون ما ارسمه، هو قبل انطيه بدون ما ارسمه، هذا دوران هاي القطعه شنو صار؟ مثلا موجب والقانون هو سالب، اذا دوران الموجب في السالب استبقى سالب، اذا ناقص 6 اي دلتا على على تربيع لهذا الطرف، وكذلك هذا الطرف ياخذ ناقص 6 اي دلتا على تربيع. شلون هاي الحاله هسه هاي بالاسفل؟ زين، لا مثل هاي القطعة، شوف هاي القطعة منا نتيجة نزول هذا المسند شلون افترت؟ شوفوا شلون نزلت هاي القطعة، هاي القطعة هذه هيج نزلت هيج، يعني عكس عقرب الساعة، من نزلت عكس عقرب الساعة يعني دورانها سالب والقانون سالب، فسالب في السالب يصير موجب، يعني 6 اي اي دلتا على ال تربيع. هاي القطعة من ارسمها، ارسمها هيج، بدايتها فيكس نهايتها فيكس، والنزول مالتها هيج، هاي منها دلتا، فدورانها صاير عكس عقرب الساعة هاي القطعة، فسالب الدوران، يعني في السالب مال القانون موجودة فموجب، يصير اذا هذا المقدار منها
نقول 6 اي اي دلتا على ال تربيع، وهذا منه نقول 6 اي اي دلتا على ال تربيع. واضح اخوان؟ هسه هنا هاي ما خصوص الفيكس المومنت، نجي للمثال راح اوضح لكم وياه، يصير عندكم اسهل ما يكون، راح ان شاء الله يكون اسهل. انا بس اشوف، بس اشوف سؤال يريده يحله بالمومنت ديستريبيوشن اناليسز ذا بيم شون ان فيجر الاي اي كونستانت، واقول لك باي يوزنج مومنت ديستريبيوشن ميثود، باستخدام المومنت ديستريبيوشن ميثود. من اجي المومنت راسا نروح للجدول، نسوي جدول، راسا اروح اسوي جدول، خل اسوي هنا اخر اسوي الجدول. الجدول ايش يحتوي؟ ذني مفردات الجدول الحفر. جوينت اول وحده شنو؟ جوينت جر خط هيج، واجر خط شنو؟ هيج. جوا الجوينت اخوان الممبر، الاضلاع، الممبر واجر خط. جوا المنبر ديستريبيوشن فاكتور، جوا الديستريبيوشن فاكتور اسميها فيكست اند مومنت، هاي تونا نشرح عليها، اللي تونا شرحنا عليه المقارنة. واكو شيء اسمه ديستريبيوشن مومنت، تعالوا التوزيع العزم، هاي نسميها حلقة دورة رقم واحد، وبعدين راح تجي دورات وراها اعلمكم عليها. فجوينت ممبر distribution factor fixed end moment العزوم النهايات، واضح؟ و distribution moment هاي توزيع العزوم. هنا اجي للجوينت، اشوف الجوينت بقى انا البيم مالتي شنو؟ عفوا بيم مالتي هذا شوفوا بالبيم الجوينات مالتي عباره عن المساند، يعني شكو مسند منطين اياه بالبيم فهو اعتبره هو هذا الجوينت. فهسه هذا القطعه النقطه الاولى اللي هو مسند، فعندي جوينت اي، هذا جوينت اي، عندي مسند هنا بي سمينا البي اسم يمه بي فجوينت بي، وهذا المسند سي فهذا سميه جوينت سي، مع انه عندي ثلاث مساند بالبيم، واضح؟ فش اسميهن؟ اسميهن جوينات، كل مسند اسميه جوينت. فباعوا وياي هذا البيم، هذا البيم ايش كم ضلع متصل بيه منه؟ ضلع واحد. هل ارسم لك البيم هنا على جهه رسم مصغر؟ هذا فيكس وهذا فيكس، هذا من الداخل شنو؟ رولر، هذا اي، هذا بي، هذا سي، واضح يعني؟ فهذه المسند الجوينت اي بي بس ضلع واحد، بس ضلع واحد هذا شوفوا بس هذا، والاسمه اسمه تسمي الضلع. شلون تسمي الضلع؟ تنطلق من الجوينت اللي انت واقف فيه. هسه احنا بجوينت اي، اذا معناتها الضلع اللي متصل به هو هذا الواحد اسمه اي بي، تنطلق من اسم الجوينت اللي انت واقف فيه، اذا اي، اذا هذا اسمه اي بي، اجي اسميه شنو؟ ما عندي بعد ضلع اخر متصل وياه، اقفل خط الجوينت من فوق. نجي وقفنا بجوينت بي، هذا بي شوفوا هذا بي ضلع منه لليسار وبيضلع شنو؟ لليمين. فالاضلاع اسمين قلت لك دائما انت الاسم تنطلق بيه من الجوينت اللي انت واقف بيه، اذا هالمره اسمه منه هذا بي اي، اسمه شنو؟ بي اي. مو واحد يقول انا توني قلنا هذا ضلع ويا الجوينت، لا هذا جوينت اي ضلع مالته اي بي، اسمه من الاي ينطلق للبي، من وقفنا من الجوينت بي الاسم صار شنو؟ بي اي. اذا هاي الاي بي اخلي بصفها البي اي، شوف اي بي بي. منا عندي بي سي، هذا الجزء الايمن شنو؟ بي سي، واقفل خط الجوينت من فوق بعد ما عندي اضلاع، لاني اقفلن من جوا. السي بي بس ضلع واحد منها متصل بيه ماكو من الجهه الثانيه، فاسمه السي تنطلق من الجوينت اللي انت واقف فيه اسمه السي بي. خلصنا من الاحوال. فهسه الجوينات انتهينا شنو؟ ان ذن اللي هن المساند، ذن المساند اللي هن اي بي سي جوينات. نجي للاضلاع المتصله بي، تجي توقف يم كل جوينت تشوف هذا بيضلع واحد، فش اسمه؟ اسمه اي بي،
نجي وقفنا بالجوينت بي بي ضلع اليسار وضلع يمين، فهذا اسمه بي اي وهذا اسمه بي سي. وقفنا بجوينت سي بي ضلع واحد فقط منه اسمه سي بي. خلاص نجي وراه الديستريبيوشن فاكتور، نجي للديستريبيوشن فاكتور اخوان. عندما تكون بدايات البيم، بداية البيم مسند فيكست، مسند فيكست يعني الديستريبيوشن فاكتور مال هذا الضلع اي قطعة بدايتها فيكست، يعني الديستريبيوشن فاكتور مالتها صفر. اي قطعة بدايتها فيكست يعني الديستريبيوشن فاكتور مالتها شنو؟ صفر. يعني سانة من اقول الضلع اي بي، اي بي شوفوا شوفوا اي بي البداية هو الاسم الأول هذا، يعني أقصد بدايته يعني الاسم الأول هذا A B. الـ A شنو المسند مالته؟ المسند فيكست. يعني هذا الضلع الـ A B هو بدايته فيكست، إذن الـ distribution factor مالته شنو؟ لكن مو واحد يقول لي B A، الـ B A من بدايته؟ بدايته الـ B صح؟ الـ B مو فيكست، مسند داخلي وينحسب القوانين الخاصة. واضح؟ يعني من أقول لك بدايته يعني مثلا السي بي، شوف هذا الضلع اسمه سي بي، شوفون بدايته منه؟ بدايته سي، أروح أشوف السي هي مسند فيكست خارجي، صاير مسند فيكست خارجي. إذا ما أنه بدايته مسند فيكست خارجي، إذا الديستريبيوشن فاكتور مالته شنو؟ السي بي صفر. المساند الخارجي يا أخوان مثلا لو مثل هذا البيم بس المساند هنج، هنج مثلا برولوك اي بي سي. هسه الاي بي، الاي بي بدايته هذا الاي مسند هنج، يعني الاي فالديستريبيوشن فاكتور مالته يصير واحد اخوان. اذا بدايه القطعه هنج خارجي، شوف هاي القطعه اي بي اسمها اي بي، من بدايتها اي، اشوف الاي هي مسند هنج وخارج صاير بالطرف مال البيم، فاذا الديستريبيوشن فاكتور مالته ايش قد؟ واحد. كذلك هسه من اجل السي بي، السي بي هاي بدايته هي السي، اشوف السي مسندها هو هنج خارجي بالطرف صاير، فالديستريبيوشن فاكتور مالته واحد. لكن اذا لقيت انفيكست الاطراف هذا، يعني نحكي بس عن الاطراف اي بي سي بي هيج، واضح اخوان؟ إذا مساند انفكس صفر، وإذا مساند انهنج واحد. لكن المساند الداخلي يعني الأضلاع الداخلية، يعني مثل البي اي ننطلق من المسند الداخلي، البي سي ذن نحسبن عن طريق قوانين، عن طريق الكي، واضح؟ احسبن عن طريق الكي. فهسه عرفت الديستريبيوشن فاكتور مالت الاي بي والبي والسي بي ذن الخارجيات. نجي للبي اي والبي سي لان ذني داخليات صارات، فاخوان لازم احسب كي لكل قطعه، احسب كي لهاي القطعه الاي بي واحسب كي لهاي القطعه، واضح؟ قانون الكي، قانون الكي هو 4 اي اي على ال، 4 اي اي على ال. دائما مثلا البيم اللي نجيبه لو كله كونكريت، لو كله ستيل، يعني من ماده واحده ما اجيب مقاطع عجينه، فالاربعه اي هاي اوخرها، لان هو معامل مرونه، يعني الاي اذا ماده واحده فكله كونكريت، يعني القطعتين بهن معامل مرونه واحد، وان كان كله ستيل فما يعني ما كذا اكتبه. فيبقى شنو القانون؟ اي على ال، يعني ممكن هذه خليت اي على ال، يعني ممكن ابعاد هذه القطعه تختلف عن ابعاد هذه القطعه، يعني الاي متغيره. شلون موضوع الديفليكشن اللي قلت لكم، مثلا اقول لك هاي اي، هاي 2 اي، هاي 3 اي، هيك. فقلنا اي على شنو؟ على، حتى اذا الاي متغيره كان بها، ما متغيره هم يبقى نفس اي على. واضح اخوان؟ اذا قانون الكي هو اي على ال. نجي نحسب، نجي نريد نحسب. فيعني كل قطعه، كل قطعه الكي مالتها هي الاي مالتها على طول القطعه، طولها الاي هو بالسؤال قايل لك كونستانت ثابت، يعني اي باي، من يقول لك كونستانت يعني كل قطعه هي اي، اي باي، واضح؟ تمام. ف
الكي للقطعة بي اي، انا ما اريد بقى البي اي ضلع بي اي، فاريد احسب الكي للقطعة بي اي. احسب هنا على الجهة كي للقطعة بي اي، هو الاي مالتها يعني اي بالسؤال على طول القطعة، طولها تلاحظون منها من البي دي اف البي اي طولها 4، اذا على 4 هذا الكي واضح هني. كي للبي سي، كي للقطعة بي سي هذا، فالاي مالتها اللي هو هنا اي ثابت اي، يعني لو قايل لكم 2 اي يمهم اشهر فتكتبون 2 اي، 3 اي تكتبون 3، فاي على طولها ايش قد طول القطعه بي سي؟ اذا شوفها من البي دي اف منها البي سي طولها 6، اذا على طولها 6. ما انا اريد اشتغل الديستريبيوشن فاكتور للبي اي وللبي سي، فلازم اول شيء احسب الكي المن الكي الستفنس للبي اي وللبي سي. الكي هو اي على ار لكل قطعه، اي يعني الاي مالتها الاي المومنت اوف انرشا على طول هاي القطعه، كذلك هذه القطعه البي سي ايضا الاي مالتها على طولها الموج. فاجينا البي اي قلنا اي على طولها 4 والبي سي اي على طولها 6، فذن الكي تجمعهن لازم مال جانبي الجوينت مال الضلعين الجانبي الجوينت بي نجمعهن نسوي لهن سميشن، اسوي لهم سميشن. تلاحظ شوف الاي على 4 والاي على 6 من البي دي اف جامحن، يعني كان تقول 1 على 4 اي زائد 1 على 6 اي، الاي موخره عامل مشترك، فنقول 1 على 4 زائد 1 على 6 يطلع 5 على 12 اي، يطلع بالحاسبه مالتنا 5 على 12 اي. هاي المجموع، مجموع مال الكي للضلع بي اي وللضلع بي سي، فانت تحسب الكي لهذا الضلع وتحسب الكي لهذا الضلع وتجمعهن اثنين، تقول هذا الكي زائد هذا الكي، تمام. هسه انا شغلت اريد الديستريبيوشن فاكتور، ما اريد بس الكي، اريد الديستريبيوشن فاكتور. طيب شو شلون؟ مثلا اريد الديستريبيوشن فاكتور للضلع بي اي هذا، فاقول الكي مالته اللي حسبناها اللي هي منو؟ الاي على 4 هاي الكي مالته، فاقول كي مالته على مجموع الكي اللي جمعتهم، على مجموع الكي، واضح؟ واذا اريد الديستريبيوشن فاكتور للضلع بي سي اقول الكي مالته هاي اللي حسبناها هي اي على 6 على مجموع الكي مال ذن الضلعين اثنين، واضح اخوان؟ فجينا هنا فالديستريبيوشن فاكتور للضلع بي اي اذا تلاحظ هنا على البي دي اف هو الكي مالته اللي هي اي على 4 على مجموع الكي اللي هو 5 على 12 اي، فالاي يختصر ويا الاي يا اخوان، الاي يختصر ويا الاي يبقى 1 على 4 تقسيم 5 على 12، يعني كلش بسيطه. فتقول هيجي خطوط كسور تقول 1 على 4 تقسيم شنو؟ 5 على 12 هيجي، ويطلع ايش قد؟ 3 على 5، يطلع 3 على 5. تلاحظ اخوان؟ يعني شلون ما مكتوب هسه؟ سوي خط كسر هيجي، بعد مرة ثانية خط كسر، تكتب الواحد، العفو تكتب 1 على 4 اللي بقت لأن الآية اختصرناها، بالسهم تحرك، سوي خط كسر أيضا للمقام، تكتب 5، نزل بالسهم على 12. فصار شلون ما كاتبه أنا بالورقة؟ يطلع 3 على 5، لأن الآية احنا الآية منها اختصرت وياي الآية، وبقى شنو؟ الديستريبيوشن فاكتور للضلع بي اي اخوان 3 على 5، واجي اكتبه 3 على 5. للضلع بي سي فاقول الآي مالته شباب على مجموع الآي، الديستريبيوشن فاكتور للضلع بي سي اقول العفو الكي مالته، الكي هذه اللي هي على 6 على السميشن كي اللي جمعته. فايضا الآي تختصر ويا الآي، فنقول 1 على 6 تقسيم 5 على 12. واضح؟ فيطلع 2 على 5. 2 على 5. اجي اكتبها. كتبت شكل حلك، شوف هذا الجوينت بي، بيش كم ضلع؟ بي ضلعين، يعني كل ضلع بي ديستريبيوشن فاكتور ذن. فمن تجمعهن ذن الديستريبيوشن فاكتور مال جوينت بي، لازم مجموعهن يطلع 1. واضح؟ فتشيك الحلك، ف3 على 5 زائد 2 على 5، يعني 5 على 5 ويساوي 1.
فشوف لان مالت جوينت بي بيظل عيني على ذن الديستريبيوشن فاكتور زين يكون اذا تجمعهن يتشيك لك يطلع الواحد ذن الداخليات. فواضح اخوان شلون حسبنا الديستريبيوشن فاكتور؟ بس نجي نريد نحسب الفيكس اند مومنت العزوم. اجي اريد احسب الفيكس اند نقلب صفحه للفيكس اند مومنت. بتلاحظ شوف هذا البيم مالتي قلت لك هاي القطعه من المسند للمسند قطعه ومن المسند للمسند قطعتين. فكل قطعه اخوان راح افصلها ارسمها قطعه وحدها بدايتها فيكس. واضح؟ شوف وياي ركز. ونهايتها فيكس. هاي اسمها A هاي B. والثانيه القطعه الثانيه ايضا ارسم بدايتها فيكس ونهايتها فيكس. هاي اسمها بي سي. تمام عيني؟ هسه انزل شكو احمال موجوده على كل قطعه. هذا حمل مقداره 20 كيلو نيوتن، هاي المسافه 2 ب 2. وهذا حمل منتشر مستطيل موجود عندي مقداره 24 كيلو نيوتن لكل متر. وضعني تمام. هسه رسمت كل قطعه بدايتها فيكس نهايتها فيكس، نزلت شكو شيء موجود عليها. فهذا العزم اسميه ام اي بي السالب، وهذا شو نسميه ام بي اي الموجب، مثل ما اتفقنا مبدا الاشاره. سميته ام اي بي لان انا واقف يم المسندين، سميته ام بي اي لان انا واقف يم مسند بي. فمن اجي منها ايضا شوف بابا هاي القطعه اقول ام بي سي سالب هاي القطعه الجزء الايسر مال هاي القطعه سالب. من اجي منها شو اقول؟ ام سي بي الموجب وهكذا. هسه من اجي احسبهم واحد واحد. ام اي بي اللي هو السالب راسا اقول ناقص، شوف هاي القطعه ايش عليها؟ حمل مركز بالمنتصف، حمل مركز بالمنتصف. لو نرجع تشوفون القانون مال الحمل المركز بالمنتصف هو بي ال على 8، بي ال على 8. تمام اخوان؟ فبما انه هذا سالب انطي سالب ناقصا بي، البي اللي هي 20 في طول القطعه كلها 4 على شقد؟ على 8. يطلع ناقص 10 كيلو نيوتن في المتر. هذا الام اي بي. نجي ام بي اي ويساوي هذا الجهه موجب، هاي القطعه ما عليها فقط الحمل المركز. بي ال هذا بي ال على 8 وهذا الجزء ايضا بي ال على 8. اذا ترجع القانون ايضا موجب 20 في 4 على 8 ويطلع موجب 10 كيلو نيوتن في المتر. هذه نجي ننتقل لهذه القطعه الام بي سي، طبعا هذا سالب هذا موجب، ام بي سي سالب. ليش سالب؟ لان صار بالجزء الايسر واحنا مثلنا هنا سالب. قانون الحمل المنتشر المستطيل هو دبليو ال تربيع على 12 دبليو، اذا ناقص الدبليو هي 24 الحمل في طول القطعه 6، اذا 6 تربيع على 12 دبليو ال تربيع على 12. واضح؟ يطلع ناقص 72 كيلو نيوتن في المتر. الام سي بي الموجب موجب دبليو في ال تربيع على 12 ويطلع موجب 72 كيلو نيوتن في المتر. واضح اخوان شلون طلعناهن؟ يعني لين هو هنا بس حمل منتشر مستطيل، هنا بس مركزه، ممكن القطعه الواحده عليها اكثر من حمل، يعني حمل مستطيل وحمل مركز اكو ممكن. واضح اخوان؟ هنا مثلا ممكن اكو غير حمل، اكو هبوط بالمسد، فكلها تتجمع، لكن هذا المثال مبسط بالبدايه حتى تعرف كل من قانونها تراجعين. واضح؟ فالحمل المركز هو بي ال على 8 والحمل المنتشر المستطيل هو دبليو ال تربيع على 12. فنجي نرجع للجدول، هسه من حسبنا الفيكس اند مومنت اجي ارجع للجدول. انزل هنا اخوان الاي بي والبي اي، واحد ناقص 10 موجب 10. اذا هذا ناقص 10 هذا موجب 10.
هذا طلع ناقص 72، هذا طلع موجب 62، لأن العزوم نزلناها حسب القطع. أجي أسوي distribution moment شباب، شلون أسوي توزيع للعزوم؟ distribution moment أو ما نسميه بالبالانس. أنت من وصلت لهاي الحالة بعد شغلك بقى بس بالجدول، ماك عندك شيء. أنت من تسوي الجوين والممبر distribution factor fixed end moment، بقى شغلك داخل الجدول بس حسابات. واضح؟ شلون أسوي distribution moment بقى؟ إخوان أجي لكل جوينت واحد، أشوف جوينت A هذا من الخطين المقفولات، الجوينت AB بس هالضلع الواحد اللي هو الـ AB. يعني بيه فقط هالعادة العزم، فقط عزم واحد، واضح يعني؟ أجي أجمع العزم مالته اللي هو نفسيته ناقص 10، وأعكس الإشارة مال المجموع، يعني صار شنو؟ صار موجب 10، وأضربه بالديستريبيوشن فاكتور اللي هو ناجي الصفر، فالقيمة تطلع شنو إخوان؟ صفر. نجي الجوينت بي، جوينت بي بي ضلعين، تشوفون البي أي والبي سي، يعني ذن العزمين اثنين تابعات للجوينت بي. اجي اجمعهم جمع جبري، ناقص 72 زائد 10 يعني ناقص 62، ناقص 62. اعكس اشارة المجموع مالتهم، يعني موجب 62 اكتبه هيك وخلي داخل دائرة صغيرة، موجب 62. المجموع مالتهم اضربه بالديستريبيوشن فاكتور، فهذا المجموع شوفوا 62 اضربه في 3 على 5 يطلع 37.2. 62 هذا المجموع الموجب أضربه في 2 على 5 يطلع 24.8. واضح أخوان؟ أعيد، خاف واحد ما افتهم. فأني أجل الجوينت مثلا هسه جوينت بي بضلعين، هذا إن الضلعين يعني ذني العزمين الجوينت بي أجمعهم جمع جبري، فمجموعهم كان ناقص 62. أعكس إشارة المجموع، صار موجب 62، خليت المجموع هنا صغير يعني، فالمجموع اضربه بهذا الديستريبيوشن فاكتور مالت البي اي يطلع هذا الرقم مالت البي اي. المجموع ال 62 اضربه بالديستريبيوشن فاكتور مال البي سي طلع هذا الرقم مالت البي سي. واضح يعني؟ نجي لهذا الرقم جوينت سي ايضا بي بس ضلع واحد، اذا فقط هذا العزم مالته اجمعه اللي هو نفسي موجب 72، اعكس اشارته يعني صار ناقص 72 في الديستريبيوشن فاكتور صفر فصفر. نجي للخطوه اللي بعدها، هاي اول دوره نسميها فيكس اند مومنت والديستريبيوشن مومنت، هاي خطوه رقم واحد. نجي للدوره الثانيه نسميها كاري اوفر مومنت وديستريبيوشن مومنت. واضح؟ شلون عمليه النقل بقى اخوان؟ هذا كاري اوفر يعني عمليه نقل عزوم اخوان. عملت نقل عزوم اذا علمهم اباوح الاي بي والبي اي يتناقلن بيناتهم. شوف للقطعه الوحده هاي اي بي ينطل البي اي، البي اي ينطل الاي بي، كذلك هنا البي سي ينطل السي بي والسي بي ينطل البي سي، يعني بيناتهم شوف نفس التسميه اي بي بي اي بي سي سي بي ذن اللي يتناقلن، يعني مو البي اي والسي بي البي سي، لا نفس الاسم اي بي بي اي بالعكس، لان اللي تناقل بيناتهم. تشوف هاي القطعه تتناقل بينات الاي بي والبي اي، وهاي القطعه تتناقل العزم بينات البي سي والسي. هسه هنا شو ينطي؟ كل من ينطي نص المقدار هو واشارته، يعني الاي بي ينطي للبي اي نص مقداره هو واشارته فهو صفر، فانطى صفر. البي اي ينطي للاي بي، قلنا البي اي ينطي الاي بي، فموجب 37.2 ينطي نص مقداره هو واشارته، يعني ينطي موجب 18.6. البي سي والسي بي، البي سي والسي بي يتناقلن بيناتهم، فهذا البي سي ينطي للسي بي نص مقداره هو واشارته فهو موجب 24.8، يعني ينطي موجب 12.4. هذا صفر، فش ينطي؟ ينطي صفر. واضح؟ فهسه تناقلنا، صارت عندي عزوم جديده هنا بعد ما له علاقه بالفوق هاي. من ناقلت انقل منين اخوان؟ ارقام الديستريبيوشن مومنت، تشوفون ذني مو واحد يروح ينقل من الفكس، انت ارقام الفكس مومنت سويت لين ديستريبيوشن توزيع، من وزعتين تجي تسوي نقل منهم، كل من ينقل بيناته الاي بي والبي اي والبي سي والسي بي.
ينطى كل من نص المقدار وشغل. صارت عندي عزوم جديده لاني اشتغل عليه، شلون ما كان عندي عزومي الفكسين مو ما سويت الانسان. نفس الشغل صار عندي ذن العزوم، فاريد اسوي لهن ديستريبيوشن مومنت. اجيت للجوينت اي اللي هو بيضلع واحد فقط، يعني بس هذا العزم عندي، يعني كانه ما بعد ما باعد لي فوق، صار عندي اجمعهن اللي هو نفسيته، اعكس اشارته وضربه بالديستريبيوشن فاكتور اللي هو صفر، فالرقم ايش بيه؟ صفر. نجي للجوينت بي اللي بيضلعين، يعني ذن عزمين، فصفر زائد صفر فهو مجموعة صفر، فمصفر عندني. نجي لهذا الأخير، هذا الجمعة اللي هو نفسه وعكس إشارته وضربه بالديستريبيوشن فاكتور صفر فيصفر. فمن تصفر الأرقام أخوان انتهى الحل. من تصفر الأرقام وش بيها؟ ينتهي الحل مالنا. واضح شباب؟ جيد. لكن إذا ما صفر، اكو امثله مثلا ما يصفر، بعد تسوي دوره ثالثه هي كاري اوفر مومنت وديستريبيوشن مومنت، ايضا ناقل كل من نص المقدار هو وشارته، تبقى تنقل وتسوي ديستريبيوشن مومنت جديد وصولا الى ان يصفر. بالامتحان انا اذا ما صفر عندكم اطالبكم بثلاث دورات، يعني هاي الدوره ام الفيكست اند مومنت والديستريبيوشن مومنت، ودورة ثانية اللي هي كاري اوفر مومنت ديستريبيوشن مومنت، وبعد دورة جديدة اللي هي كاري اوفر مومنت ديستريبيوشن، يعني ذن الارقام اذا ما مصفرات اذا بيهن بعد عزوم. فايضا تنقل كل من نص المقدار تشتغل تسوي لهن ديستريبيوشن مومنت. لكن من صفر اقفل الحل واجمع اسوي سميشن للعزوم. فاجي منا، منين ابلش اجمع شباب؟ من الفيكست اند مومنت تبلش منا، نقول ناقص 10 زائد 0 زائد 18.6 زائد 0، فذن تجمعهم جمع جبري يطلع المجموع موجب 8.6. نجي هنا نقول 10 زائد 37.2 زائد 0 زائد 0 يطلع موجب 47.2. تجي لهذا ناقص 72 زائد 24.8 زائد 0 زائد 0 يطلع ناقص 47.2. الأخير هذا تقول موجب 72 زائد 12.4 زائد 0 زائد 0 يطلع شنو؟ 84.4 موجب 84.4. فذني المجموع مال العزوم مالتنا اخوان. نجي احنا نريد نحلل، نكمل لحل، نريد احسب الرياكشنات. واضح الاي واي بي واي شلون احسبين؟ شوف شو الراسمين البي، شوف شو الراسمين هذا البي، شو راح نفسخه؟ راح ارسمه كل قطعة واحد بروح على الاي، اجي الى قبل المسند اتوقف، ارسم المسند بصورة مثلا مكبرة شوية يجي، واجي اكمل القطعة الثانية. بس مجرد ما فصلت اخوان، مو فصلت احنا من لقينا العزوم اذا فصخته. فنجي ال ام اي بي هذا الطرف، ام اي بي هاي اي هاي بي هاي سي، ال ام اي بي مال هذا العزم، ام من اقول ام اي بي يعني هنا العزم على الاي، ايش لقينا بالجدول؟ تلاحظ ام اي بي لقينا موجب 8.6، يعني هو باتجاه عقرب الساعه، موجب بما انه موجب طلع اذا باتجاه عقرب الساعة، اذا هذا من هذا الطرف هيجي امثلة باتجاه عقرب الساعة مقدار 8.6. واضح؟ ام بي اي، البي اي وين يصير؟ هنا البي اي يصير بهاي القطعة حافة المسند منها، موجب 47.2. شوفوا هنا هذا موجب 47.2، يعني ايضا امثلة شنو شباب؟ امثلة باتجاه عقرب الساعة مقدار 47.2. اجي اكمل البي سي، شوفوا البي سي هذا بي سي هنا يصير هنا هذا المكان ناقص 47.2، فيمثل عكس عقرب الساعة هنا 47.2 عكس عقرب الساعة الإنسان. هذا السي بي، شوف سي بي يعني الاسم السي هو بالبداية اذا العزم يم، فهذا موجب يعني باتجاه عقرب الساعة مثل هيج 84.4. واضح اخوان؟
انزل شكل احمال موجوده عليها، هاي موجوده عليها حمل مركز مقداره 20 ومنتصف المسافه، وهذا حمل منتشر مستطيل مقداره 24 طولها 6، هاي 2 هاي 2 هيك شيء واضح. فالقطع ايضا برياكشن هنا اخوان، من نقطه عامي عندي قوه باتجاه الواي وعندي قوه باتجاه الاكس، ومو الاكس ما احتاج لان راح ناخذ بها عزم وصفر تمام. وهنا ايضا عندي شنو، من اقطع هنا عندي قوه، وعندي هنا مسند الاي واي، هنا مسند السي واي، واضح. لاحظ هذا البي اللي هو متجزئ الى جزئين، شوف هنا منا بي اسميه بي ليفت، منا بي رايت، بي واي ليفت بي واي رايت مثلا نسميه تمام اخوان. شلون هذا التقسيم بي واي ليفت بي واي رايت، طبعا هنا لازم هذه هنا لازم نخلي القوه ال 20 هنا. فهسه اخوان اذا واحد ياخذ عزم هنا، هنا بهذا المكان هنا ناخذ عزم سمي شنو مومنت هنا البي واي الاي واي هاي الصفر، فيطلع منه يطلع البي ال البي الواي بي واي ليفت، خلينا نسميه بي واي ليفت، راح تطلع قيمته سمي شنو اف واي، من يطلع مع الاي واي تمام. ننتقل لهاي القطعه سميشن مومنت هنا يطلع منه، يطلع هذا البي واي رايت، اذا اخذ عزم هنا فالسي واي صفر لان اخذ عزم هنا، يطلع منه البي واي رايت، يعني هاي القطعه وحدها ما لها علاقه بهذا هسان تمام. فهاي القطعه بي واي رايت سميشن اوف واي ايش يطلع، يطلع السي واي. فهسه الاي واي اوكي السي واي اوكي، ذن البي واي ليفت والبي واي رايت اشوف قيمهن اجمعهن جمع جبري، من اللي يطلع؟ يطلع البي واي، يعني اذا البي واي ليفت مثلا 40 للاعلى وهذه مثلا 20 او 10 مثلا للاسفل، ف 40 ناقص 10 تصير 30، واتجاهها مع اتجاه الكبير يصير، واضح اخوان؟ هيك تفسخها وتكمل الحل مالتك. هذه للايضاح لكم حتى اذا واحد يريد يحلل البيم بكل تفاصيله يريد نلقى رياكشناته كامله. فشوف شلون فسخته ونزلت الاي بي ام اي بي، يعني اي يم الاي، شوف ام اي بي يم الاي، لقيته موجب مثلته باتجاه اقرب الساعه. الام بي اي يعني يم البي منه، لقيته موجب ايضا مثلته باتجاه اقرب الساعه. الام بي سي يم البي منها من هاي القطعة الثانية، لقيته سالب يعني مثلته عكس عقرب الساعة، وهذا ام سي بي لقيته موجب مثلته باتجاه عقرب الساعة. فسخت البيم، هاي رياكشنات عند الاي واي والسي واي، من فصلت منها شوف تلاحظ شوف البي يشيل حمل من هاي القطعة ومن هاي القطعة، يعني يجيني حمل رد فعل منها ورد فعل منها، فاحسبهن ذني واجمعهن جمع جبري يطلع البي واي. واضح اخوان؟ لهنا تخلص هاي المحاضرة مالتنا، وشكرا لإصغائكم.